هنروح لزميلنا العزيز كريم احمد ونتعرف منه على استعدادات النادي الاهلي الاخيره في الجزائر قبل خوض المباراه. اتفضل يا كريم. مرحب بيك كابتننا الكبير كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. دعواتك ان شاء الله بقى ودعوات كل جمهورنا ان شاء الله باذن الله خطوه مهمه جدا تفصلنا عن المباراه النهائيه. انتهت الاستعدادات الفنيه والخططيه الحقيقه لبيتسو موسيماني مع لاعبي النادي الاهلي من خلال تواجدنا على مدار الايام الثلاث الماضيه، تدريبات مكثفه الحقيقه، ايضا كمان تحدي كبير جدا وكانت رغبه ممتازه وجديه شفناها في التدريبات. الكل عايز يشارك، الكل عايز يرفع اسم النادي الاهلي، وهي دي القيمه الكبيره الحقيقه لكل الخبرات المتواجده مع فريق النادي الاهلي. معانا سكواد مميز جدا ينقصنا التوفيق ان شاء الله في هذه المباراه، ونقطع خطوه كبيره جدا في الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي وهي البطوله الافريقيه لتكون للمره الثالثه على التوالي. لكن مش هنسبق الاحداث يا كابتن ايمن، زي ما عودنا لاعبي النادي الاهلي وجهازه الفني خطوه بنقفلها وصفحه بنقفلها ثم ننظر بكل قوه للخطوه القادمه. متواجدين في فندق الاقامه كالعاده الحقيقه زي ما كل جمهورنا متعود، بننقل كل الاخبار والكواليس الخاصه ببعثه فريق النادي الاهلي في البطوله الافريقيه. عايز اكد لك طبعا في البدايه على حضور مجلس اداره النادي الاهلي طبعا برئاسه البعثه للوزير العمري فاروق طبعا اللي بيقوم بدور كبير جدا كعادته مع السفاره المصريه والجانب الجزائري كالعاده طبعا لتسهيل وتوفير المناخ الطيب والجيد جدا اللي بيساعد لاعبي النادي الاهلي ان يكون تركيزهم فقط لغير في 90 دقيقه. انضم كمان لمجلس اداره النادي الاهلي المتواجد من اول يوم المهندس خالد مرتجى من الصندوق وعضو مجلس الاداره بصحبه طبعا المتواجد من البدايه الكابتن حسام غالي، الدكتور محمد شوقي والاستاذ طارق انديل. يا رب ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. الجاليه المصريه لكو متواجده 350 مشجع مصري متواجدين ان شاء الله، الدخول هيكون مجانا ومعامله بالمثل زي ما اكدنا في هذا الامر. وفاق ستيف انت عارف يا كابتن ايمن احنا مش متواجدين في مدينه ستيف، فالعدد ممكن ما يبقاش كبير، لكن مهما كان العدد ومهما كان الامور ومهما كانت التحديات لعيبه النادي الاهلي عندها هدف وحيد الفوز وهدف وحيد ان شاء الله رفع اسم النادي الاهلي وحجز بطاقه التاهل للمباراه النهائيه. يا رب ان شاء الله باذن الله. بيتسو موسيماني في المحاضره الفنيه اكد على كل النقاط المعتاده وهي طبعا التركيز ودخولنا الجيد واستغلال كل الفرص، وايضا كمان على الجانب الاخر لعبتنا تكون في قمه تركيزها في 90 دقيقه. بنتمنى ان شاء الله باذن الله نكملها زي ما اكد الكابتن سعيد عبد الحفيظ واكد على هذا الامر كل مره، 11 لاعب نكمل بيهم وننهي بيهم المباراه، ده امر مهم جدا، مش عايزين نفقد اي لعيب، عايزين يكون في حرص كبير جدا ما نعترضش على الحكم. كل الامور دي والتحذيرات دي اكد عليها الجهاز الفني. ان شاء الله باذن الله كل التمنيات لفريق النادي الاهلي في مباراه اليوم. تحركنا طبعا كالعاده وجودنا في الاستاد يكون من خلالك كابتن ايمن ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي، لكن في هذه اللحظات عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.